لإضافة المنتجات إلى برنامج أرزاق عن طريق ملف إكسل أو CSV، نتوجه إلى برودوي، ثم نختار امبورتي دي برودوي، ثم نتوجه إلى ميثود دونتري ونختار كولاج ديركت، ثم نتوجه إلى ملف إكسل أو CSV، نقوم بنسخ البيانات، ثم نقوم بلصقها في هذه الخانة بهذه الطريقة، ثم نتوجه إلى خانة لا بريمير لين إيلونتات. عند اختيارها سيظهر الصف الأول من البيانات التي قمنا بنسخها، والمقصود بها هو اللين الموضحة في الصورة. بعدها نضغط على سويفو، تظهر لنا هذه الصفحة. نقوم باختيار العنوان المناسب لكل عمود، كود، نو، مارك، كاتيجوري، يونيتي، وكو، إلوبري. ثم نضغط على تريتي لدوني تظهر لنا هذه الصفحة. نتأكد من المعلومات المدخلة. يمكنك العودة إلى الصفحة السابقة من خلال الضغط على بريسيدون، وإن لم تجد أي خطأ في المعلومات المدخلة نضغط على امبورتي. عند ظهور هذه النافذة باللون الأخضر معناه تم استيراد بيانات المنتجات بنجاح.